الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والله ليال وإيدي سلامي إلهي دشتي سيدي جعل هوان إيدي سلامي مالتا سلامت إسلام تأيبيكو سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو حارب إن شاء الله تعالى كوضا خبرنا موضوع بقيمة بضن وقف والبقى أما حيستو أما سوغايو إنو لكلمو موضوع صحواي عروفة سيد عروف يعني والله لا نقم قف والبو أن نجا نجا مدي وح وجعلي هاي إلمه سئني النقطة باهي إلمه سئني النقطة قف كعروف يعني إلمه سئني القرآن كحفديه إلمه س وح يعني وح والبو إلمه س وح يجعلي يكر نقطة ماني مال محكمة ده رسول صلى الله عليه وسلم أي سؤال صحابة ويدي wuxuu yeeyay geed timirta oo muslimka geed lagu mathali karo sheega saxaabadii waaweynayda joogta Abu Bakar iyo Umar dad waaweynay joogta Umar waxaa la socday wiilkiisa Abdullah ibn Umar la socday saxaabadii waaweynayd dhan markaas uu aashi Rasuul sallallahu alayhi wasallam weydiiyay way ka xishooda way garaway waxay leen xusuus daaimo Rasuul sallallahu alayhi wasallam saxaabada wax weydiiyay maxaa wax xidhiidha Allahu wa rasuuluhu a'lam sida rasuulku ugu sheegay طيب صحابة مركو ويدي رسول ويدي وكور الجواب وياه مرك مرك النبي صلى الله عليه وسلم وشيء وحير تمر جيد تمر طبعا مرك يصاب بحين أبو بكر عمر يويل كيس مرك يصاب بحين عبد الله وحير يا أبت وأقان الجواب النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول محقق الجواب ويسي مرك يصير وحان كح الشوضي هذه وجوهت إن كجوابه oo aadbihii aadbihii rabo inuu garo waa inaan aniga ka jawaaban ka xishooday wuxuu wallahi waxaan aad ugu farxi lahaa inaan ka jawaabo ahbool barksaas waa qof walba adduunyada jooga wuxuu jecel yahay muasiga number 1 xataa marka tartan gelis walaalaha marka la gelisid waxa jecelshay inuu qofka number 1 noqdo jecelsha qof inuu ka raayo mid jecel laakiin waalid hal wax wajeel cunugiisa haduu buunda bar ka sarreey keen oo farxa daas waa waalid wuxuu asiga qabo waayo wuxuu rabaa inuu jeeso والدين قالوا حرف القرآن كم يحفظ السماء تفسير كم يقانه لكن هم يسمو القراء إنه القرآن كحفظية إنه القرآن تفسير كبرتو والدين تقار كذا وحا أركيسا سكول ميسن بيقنين جامعة مجلين هم يسمو حراء سكول كما يشي أو قصر ريس إنه قال جامعة ما يشي أو قصر ريس إنه قال أسيقى ما سميني وحو إسلي وحا أليق السنين ويسي هم قال لها قوة سمي والد ما قصاص وايد ربيع على صار كترتو عروتي سوحو جعله إيه نقضان عروته أو في عرق كرلو فيري ما شاء الله إنه هبل والي راهو هبل وإن والي والبساس وجعله بساس وجعله لكن والد والبقر انت اسمه هلا جوابت وامي وايد جوابت وامي وايد مركا والك وحاس روا إنو هلا سلوكو هلا سؤال شاس وايد ما تطهر ما انت نايك الجواب والد والبقر انك نايك مدى وحو جعله هاي علمي هيسا إني نقضان قفق أو في عرق قفق أو شهاية علمي مادي علمي دنيوي ديني قال بضبط wuxuu jeedi quraanka markii la gaaray musaqa koobaad ahaada taxta xifdiga uu asuulay istarta magal quraan ma bi yaqaan al hooyin qatwa masakin haarki suulmi wakiin suu xuduxsi la soo kalahay sa wa soo wada iyi ma taqaan quraanka suu aqri laakiin waxa ka qulu geeda inuu quraanka number 1 noqday rafta inuu quraanka number 1 noqday haarki sa markuu waalid inuu jecelay nafti lacag ku bixinaa ma shaqeeyo wa soo taago ku soo shaqeeyna maamad weerhan soo garaaci saduq weerhan soo garaaca ma waa dalib xijin cunugu number 1 noqday صحابتي أسمينه وحاء المهودي جعله إنه برونا قط لكن سؤال ما يشتغل والدينتي بادي المهودي صحيح بعد من نقضان مع الأسف أنفوتني مية من نقضان والدين عروت قارك ودنا وافي عن هذا عروت قارك ودنا وضريك بحاء عروت قارك ودنا وأسك الحد حاد واد سؤال شو كلام عروت في أنا تمام بدن مس عروت حما تبدن مع الأسف والجواب أدوكم ونحتم بدن عروت مركي لك يعني ilmaha boqolkii todobaad oo xadii kana caruurti bidaad wadanka beed kala keenay sidii waalidiinta rabeen ay rabeen meysan noqon haddaba haddaa jicishii caruurtaada saa adiga rabtid inay ku noqdaan maxaa lagaaga baahanyay inaan sameeyo laba saddex oo kala qaabi inaad wali guursanin inaad wali guursan dadkaas aan ka dilaanin haddaan wali guursanin haddaan caruurtaada inay ku wanaagsanaadaan ay ku fiicnaadaan saddexdan arrin sameeyo كو والدك باري النقو هذه والدك باري النقو هدارتني ع ذاك ولي جورسنا كهذا وينا يا سدح هذا فوق القيب دني قيبتك هو ذاك ولي جورسنا
hadaa jeceshid caruurtaada inay ku fiicnaada sidaa adiga rabid uu ilaahay kaaga dhigo iyo si ka fiicanbo kow waalidka adiga baari u noqo waljazaau min jinsi lcamal qofkii waalidkiisa baari u noqdo u wanaagsanaado caruurtiisana baari u noqoniba u wanaagsanaanaysa jazaa min jinsi saa waalidkaaga ugu fiicnaatay iyo caruurtaada kugu fiicnaanaysa biruu aabaa'akum fabirukum abnaa'akum waalidkiina baari u noqda caruurtiina baari idii noqonaysa taas number one yaa ka hadlayo dadkan weli guursan tan labaad lagaga baahan inaa samayso waxaawaaye taqwada ilaahay bad cabsida ilaahay iyo iimaankaaga sax qofka markuu ilaahay ka baqo wanaagsanaado ku socdo wanaaga ku socdo ilaahay subxaanahu watacaala wuu xifdina ilaahay meelo badan u kadi xir waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka markuu ilaahay ka baqo wax walbo ilaahay subxaanahu watacaala wuu ufududayna tan koobaad waxaana adiga waalidkaa baari u noqo tan labaadna cabsida ilaahay badi acmaasha wanaagsan badi khayrka badi sadaqada badi soonka badi wanaag kasta oo aad samayn kartid samey salafka hore waxay dhihi jireen camal wanaagsanaan samayna waxaan u miyeysanaa inuu ilaahay ilmahayga igu hagaajiyo allahu akbar wuxuu u samaynaya waxaa inuu ilaahay ilmihiisa ugu hagaajiyo ka warran camal wanaagsan uu sameyna sababtaasna tan labaad tan saddexaad lagaaga baahanya dadkan weli guursanayna qofkaa guursanaysid iska fiiri haddaa nin tihid gabadha ha ku fiirinayn quruxda nimanka waa isnaqaana badi waxaa jeceshay gabar qurxa nin walba maxaarka hadaa kale wuxuu kuleey gabar cad oo dheeraa raba simbol waa title nin walba ugu qoraya meeshan ugu qora dhehu saarantaa gabadhan ruuxin wuxuu leyn gabar cadoo dheer isoo raada ayb waa qurux number one agkiisa waxaa kale quruxa u taalo quruxda qof walba waa jeceliya laakiin waa laga horeeya rasuul sal alay slam wuxuu yidhi tunkaxu lmar'u liarbaca dumarka waxaa loo guursado waa afar waa ku lijamaaliha quruxdeeda waa badi nimanka meeshay galaan waan lixasabiha famil waxay ka dhalatay laan dheer ay ka dhalatay famil ree boqoray ka dhalatay famil saanay ka dhalatay saddex limaaliha gabar lacag leh wallahi gabadhan yurub ay geyneysa ama maraykanka ay keeneysa ama lacag ay leedahan ka dhaxla afar lidiiniha diinteeda loo guursada rasul sa slam wuxuu yihi fadfar bidaati diini karibateeda gabadha diinta leh ku dheg raadso qabso guurso ilaahay xo gacantada ku barakee karibateeda culmada tribatiyadaak waxay ku fasireen gacmankaa boor sida caradu bus u leedahay caruur badan oo barakeysan u ilahi subxaana watacaala kaasi so kow nin haddaatid waxaa loo baahanya inaad raadsatid gabar fiican raadsatid gabar haddaa quruxu guursatid oo dhinac diin adoofi hadduu ilahay iska hadala intaas alxamdulillah yaaba heli karabo hadduu ilahay qurux iyo diin iyo xoolo iyo nasab iskaa wada daro ma heli karo qof heli kara ma lakin intaesh waa yartaa millionkiiba hal qofa hesha intaas hesha ayib ku waxaan dhahnay marka inaad ka raadsatid gabar diin leh haddaa gabadha quruxu guursatid faa'iido badan inaa ku helin laga yaaba quruxdeeda waa guursatid yaas waxaa laga yaaba inay kugu kibirto waxay ku aragtaa inay kaa sarayso waxay ku aragtaa waxaa laga yaaba inaad qofka kaa qurux u baahantid markasto waxaa laga yaaba inaad ku noolaatid dulli ku noolaatidaa laga yaaba because pointigaas bisaa marka hore raansatid haddaa u guursatid xoolo u guursatidna waxaa laga yaabaa inay marka horeba kuga cadaabtaa laga yaaba oo xooleeda ku tiraa gabar soomaaliya dhihi jir maxay ku maamaha jireen soomaalida soomaalida waxay ku maamaalaa dhihi jiray xoolo gabar maya something looma dhawaada ahaa xoolo gabar gabadha ufi war wanaagsan oo jira example aan ka bixin doonaa gabdhaha wanaagsan laakiin badi xoolaheeda gabadha adigaa mas-uulka inaad xoolaheeda u raadsatid u guursatid ma aha maaha xoolaheeda adigaa lagaga baahanya inaad bishid laakiin haddaaba u gashidbo xoolo inaad u gashid ama dadka qaarkood ay u galaan gabadha diinteeda ma fiirinayo akhlaaqdeeda ma fiirinayo waxeeda an fiirinayo waxaa maskaxda aaga ku filan ninkan inuu africa kasoo baxo yurub ama maraykan yimaado gabadha social media liska barana gabadhi yaa lugta loo qaban lugta loo saara gabadhi ma yaqaano waxay tahay diinteeda ma yaqaano gabar wadada kasoo dhacday ma oga gabar oo ma og almihim wuxuura yurub soo kusoo gala meesha gabadha imaaneysa oo utageysa madaxuu saara xumaan dhan ma arkaayo gabadhii markasi uu ku guursana caruura imaaneyso maraykan aa lasoo gelay
إذا ما كهرب وقف هناك سميها نين كان أصلا فوق سوق قليل أنت سوق سوق قليل وحاء إمانا ماشي بربر إيو حاء إمانا أرتجع إمانا إيو ديب حروت ما ماشي كله قف كسوق قليل مركب مركب هرب وقل المصلحة وقل وقل الدين وقل المصلحة وقل سوء الرجينا عروتي سما حرور ونفس الإنجيل نقط سوء الرجينا مهلة كرا ما هي مهلة من نقطة من نقطة إيش هدا أوجشيت وكا بريبني فلان نصب أو قشيدني مركز طهارة ولا عليها تأذى دجاج سوريا يا سمر يا سال ولا هذا وريه بلا أنا جبر كوكو دخل ما يا سمر يا سال حي سمر يا سال الله يبارك إنه مركز هذا وحاكم ماشى دلني ما يحصل معكم ماشى تم أوقف يا عم الحوار جبر الدين الحوار دين والله بروح ودين واحد بليفني بروح جبر بروح أنا تعرف الدين جبر دين جبر دين هذا لا ده هو جبر قروح ده أصلاً قف قصة فصل ذاتي لقف بس يقف فصل وحالة إني هذا نين إنه جبر قرش هذا هذه جبر ده وحالة يا إنه وقالت لك أقول بالأفوال حما بضنا إنه تلاك نين وحقوق قرش جبر ده وقف حاني تلاك جبر وحالة إنه تلاك واه وما شاء الله جبر ده كركي كسور ده عليه نين إنه وقف جبر ده وقف فصل إنه تلاك أما أم بيستهيلين حتى إن لا فيه قف هذا قروح ديك لو حانا قروح ولو دكتور سكود رعسين مجل قف بس يقروح وقف بس يقروح وقف لكن قروح رسمي لو حاول قفت الدين تلفوان فضفر بذات الدين تلفت لله جمع هذه الدين لهذا هي دين هذه لهذا هو قوة ناجنسة وحاجة قصة جبر سفي عن لوسو تربيي والد في سفي عن لوسو تربيي آبهات كل يذوق لها لأن العقل كان بني وين ولها انجينير كان بني انجينير وين ولها حشد جبر ولها ويلا ما تدن ويمدل الشقينة ويل كفوق ما ماشي ويل مجتهد أو في عن أو سمي ما كان سوق مين وجبده هاي جبرة ثلاثة هاي جبده هذا ويل كان مو جوز جبدي وش يقول ويل في عن فوق كوره ويل في وش يقول مين جبرها ليه ما كوره ويل كوفرها طبعا هي وراها ويل كشقدي سوس كورتي طمع الدنيا كم جرو ويل وناك سما جبدي أنا جبر سفي على لوس وتربية و وأزجور سد ما كي أزجور سد نين كان بيل كوقات أما يشك قات شقده كقاته ماله والبيل معون كرات ما نقول هذي المعنكر. ماك وحنا ربا وحنا ما دين وقديه وحنا لونا يقول إيجارك يا أنت ذي. ماك الجمعة والبوحة عزومي جرك جبده هايد عبيها يقول هايد عبيها ذي تري تنين. ماك الجمعة دي ماك جبده يقول هايد عبيه لا عزومه. وحاله سمينا دين جوده ده هيري بالله سمينا أو تشكينا الله سمينا أو فيش الله سمينا. أنت أي نوع الله سمينا. ويتجي ماشي تجي ماك أنت ذي ولا جواد منا. ماك عبيه ماك لكن ويلك وحنا هيري بصفة عنا. جبت دي مركي قولي وهاي أبيها تمارك هيدي بنا معونيسو تشيكين بنا معونيسو فيشنا معونيسو ما هاي دي عن مركي تراها معونيسو ما أنتي تنبو أبيه يا وحوك يويلك وحوك يويلك يلاحق بقى ويمحاك بالإساء وقشي ويلك وحوير وان نحي مركز في المحادة وحوير جبت دي إساء وقرستي إلى يومنا هذا هل ما نقولي هيدي بنا كمعونيسو تشيكين معوك معونيسو وحنا كمعونيسو مركي عن لي لهنا وحي لي هذا هبلا مالي والبسان هيلي بي تشيكين فيش وحونا مالي والبعونا وانع وايه هوريني نيكي وحوير مرحا قابسر واي عابي هيلي ما وعونا بأكين ماما مركي بناك وصغ بحين آه وحان كله هوي مانت أخي ما نعبه مركاسي في رحا مركاسا وحان كله هوي المحاق وصمي سيساس مركاسو وحي كتري فاملكي أقانا حدان له نيكان هيلي بي وحاس معونا فكرني ماذا دلق داية محان كد وحان ديدي إنه هوس كوفيريا وحان جاء لي اسمه إنه كرل وصوفي لما دام نيك جاء فيه وعروتي الأبه هي ما قلنا شيء وحان جاء لي إنه كفر من ذي وصوفي له نيك وحوي والله ما لنت سي قلبي جبدا سوق الشيء وحوي ما له حيجة تقف وسنجاري جبدا يا كحر مصطفي ما كان مساجد كوي سوقينا شيخ بس حاقة كشيء كنا ما كان سامح كل المحاكم ولا مركز جبدا والجبر حنون سنس أمورني سيد محاجر وحنا الشيخ وجبرنا القصة ذي تاسو مركو قصة عايشة الشيخ وحنا الجبر أس إلين ما أنا إيجن لأوي استعيشة جبر أساسه كلاكم ويريه جبر سفي عن لوسو تربية وعي وناج حاله لا ضحي لكن حاله هذا مفيدين وناجه قوم مركو الدين ليه ما كساسه أنت مركب بناك دوت بورس جبر دين بورس جبر هذا دين تو بورس كتساسه كو كرامينه سا تازو كو كرامينه سا جبرنا مك آذينا نيك كليمة جبدا نينكا غورسنيس اسكافيري عرورتا دا ابهودو نوقرا عرورتا ابهودو نوقرا عرورتا مهمديدا فبنا كان عرورتا ابه ما دام هو نوقرايو وحالو باهي ماركو هورا ابو اد كفانك ايه كرت عروكينا ذس از يور داد واكن ابينا ليك اوكرو فيرناي ورادي غورسكاس غورس ها غورسنين نين
yurubu ku geyna ama Mareykanku ku geyna noloshan faqriga oo dabka la shidaayo oo busta ah ama guri meeshan oo baabuurta aan lahayn inay ka guurto Yurub ama Mareykanku ku geyna u guursa nimanka waddada ka dhaceen oo leenka ka dhaceen oo suuqa galay oo la diiday ka waayeen gabar ka waayeen waddankii joogaan ka waayeen inay ku yimaadaan iyo ku dhihin aniga hebel ah Mareykanka iman ku geyna aan ku guursada iyo ku dhihin iska fiiri iska fiiri ninkaas ugu waa nin aan naftaada u iibuysid waay naftaada siinuysa ninka hadduu hadduu ku nacuubo ku furi karaa laakiin adiga marka hore haddaad guursata nin aan ku qalmin aad guursata hadduu xataa waxaa laga yaabaa haddaa isdhibtaan inuu furitaanka kugu dhibaa laga yaabaa adigana isma furi kartid culamaa u tagay sheekhyadii waa cabsanayeen anaga gabadhan imaanays iga fur ninka ninka haddii laga furo ninkaanu imaana anaguna la dagaalama marka dadkiin waa baqay dowla ma jirta meeshaan ninkii imaana inuu caawi xulahaa naagtii yartaa inaa arusidmiya dagaal iyo buuqo ku furan marka wadaadadiina waa baqaye kuma soo degdegi karaa inay kaa furaan dhaqsi kaa furaan kuma soo degdegi karaa sidaa darteed ninka naftaada u dhiibaysid ha u fiirinin qurux ha fiirinin xoolo ha fiirinin meeshuu joogo ugu ninkan caruurtaada oo mustaqbalkaaga ah aabahood waa ma jeceshahay caruurtaada inay aabahooda ku faanaan dhahan aabahay waa qasabmani walba sheekh inuu noqdo oo meel ka muxaadaya ama inuu sheekh noqdo quraankiisa maya ninka akhlaaq inuu leeyahay loo baahan yahay nin wanaagsan salaadiisa tukado xumaan aan sameynin xumaan oo waaweyn aan sameyn ama banaanka aan soo dhiganin qof walba anagana mid uu qaldama ama aan banaanka soo dhiganin akhlaaq la dadka dhan ay ixtiraamaan loo soo istaagay miya mise waa nin qof walba markuu dacwada binakiya soo socda la leeyahay ilmaha xataa markay iskuulka aadaan waa isku caayaan aabbahaasaan waa aabbahaasaan waaya la dhaha marka ninkaa rabtid inaad guursatid caruurtaada aabahooda noqdo caruurta u baahantid inay kaa fiicnaadaan ninkee waa ma nin oo usoo gashay Yurub inuu ku geeyo ama xoolo ku siiyo bismiya mise waa nin aada u gashay inuu mustaqbal run ku siiyo oo caruur wanaagsan aan ka heshid oo sii siiro adigaa loo baahan wax su-aas weydii nebiga sallallahu calayhi wasalam siduu nimanka ugu sheegay ayuu gabdhahana ugu sheegay nimanka wuxuu yihi gabadha afraa loo guursadaa quruxaa loo guursadaa diinaa loo guursadaa xoolaa loo guursadaa masabaa loo guursadaa rasuulka makaa tegin maya wuu kuu sheegay marka tan ugu fiican wuxuu yihi fadfad bidaati diini taribat yadaak tan diinta le ku dheg dhab siiso oo yah ka fuqin gacantaada allah kuu barakeeya gabdhihii muxuu dhahay marka idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idiin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku kalsoon tihiin aad ku qanacsan tihiin u guuriya sababtu waxa caruur wanaagsana meesha ka imaanayso nolol wanaagsana meesha ka imaanayso nin ha u guursanin marka ninkan waa qurxan yahay ha u guursan ninkan xoolo badan uu leeyahay ha u guursan ninkan guryo fiican uu iibisa ha u guursanin ninkan dibadda u geyna maya ha u guursanin waxaa u guursataa ninkan diinna waa leeyahay fiiriya diin iyo akhlaaq nebiga waa israaciya ibn aadan sheekh haduu yahay ama shariif haduu yahay ama shaytaan haduu yahay ibn aadanka ibn aadan waa dad waxaa jira aad u kulkulul akhlaaqna aan lahayn weder sheekh ha noqdo ama shaytaan ha noqdo rasuul sal alay slam wuu israaci marka wuxuu yihi idaa ataakum man tardawna diinahu qof diin leh wanaagsan oo cilmi leh oo wanaagsan oo aad ku yima iyo akhlaaq leh akhlaaq leh waxaa la qofka salaadiisa iska sooma diin leeyahay laakiin akhlaaq uusan lahayn faraaka qaad wax ka fiican laa kugu bedel akhlaaqda muhim wa labada qofood waxay ku wada joogto akhlaaqda wa ninka hadduu cayta maka war mar kasto salaadiisa wuu tukanaa laakiin hiblasaanisaanisaana aabaha sanwa hooyada sanwa maantana caayl u kurtaayo dan akhlaaq ma laha akhlaaq ma laha qofka hadduu akhlaaq leeyahay uusan diin lahayna faa'iida ma laha faa'iida ma laha akhlaaqu le meel uu ku biina hadal fiican u kulaada laakiin diin male tii ilaahay uu gooyey adigitaada maxay kulata markii hawlongu hayna uu xiriirina marka labadaas waa laga tiir nin markaa guursanaysa labadaas tiir fiiri labadaas tiir marka ninkii caruur wanaagsan rabo oo aan weli guursanin waxaan dhahnay
سبحان أخي سمي قبل أن أشير دونه كو والي كباه أمكو لابو إلهي عبسي سبادي سدح قف كقول سنة سنة قف وناسا أو نفت على هذا إيدي سن سرت هذا بني نقنيسا في المنبر نينك حاسكي سرسوس الله سبحانه وتعالى مرهو شيري وكذل هن لباس لكم وأنتم لباس أرو كنت المامي لبسوا كنت المامي سوات متقانا نينك إيحاس كيسا وحاوي وحال هاي سرفي إيدا بول كيطوا وحكا كلاقا سمى جرتا وحكا لقا سمى جرتا مركا نينك حاس كيسا وحكا قرسا لا كور كيدا ولا قلبي يدا وحكا قرسا ما ناك تنسي دو أكبر نينك يدا كور كيسا إيا قلبي يسا وحكا قرسا ملحن وحكا قرسا ملحن waxaa jirtay gibar oo markaas ninkeeda soo dili jiray soo dili jiray soo dili jiray wal soo celina oo soo celina oo soo dili aabaha oo celin jiray maalinta wiilish waxaan xiray aabo ninka maalinkaas walaashayna dilay inaan dilno aad uu xirmay faraaka qaato kadan aan dilay wa aabihi gibadhiisu ku xiray wuxuu geeyay ninkeeda u geeyay markaas wuxuu ku yiri gibadhu waa ku keenay wiilku wuxuu hayaa dayro faale ha kal caada markuu baxay wuxuu ku yiri gibadhiisa oo asiga dhalay ayuu wuxuu ku yiri gibadhiisa waxaan ka rabaa diracanka waa hooyada dhimataha inaan ku soo xasuusto diracaaga ama maradaada isii markaasii waxay tiri waaye aabba suuq waa ku soo bixinay may wuxuu yiri isoo bixinay kan kugu jira raba oo hadda dhididkaaga gaaraan raba inaan qaato markaa waxa aabba kan wasaq mid nadiif ah ku soo bixinay may kan kugu jira raba isoo bixin maxay sameeyay ninkeeda gadaashiisa istaagtay markii iska soo siitay gacantiisa ugu soo dhiibtay ninkeeda gadaashiisa isku qarisay markii iska soo siitay ninkii aabaha isaan u soo dhiibtay aabih marka pointigu rabo helo heer aan qadeero gabadha aan idalay oo soo tarbiyay soo weynay wuxuu yiri fiir korkeeda oo ila qarsatay gadaashaada istaag taas macnaheeda waxa ina adiga iga xigtid waa ee gabadha marka la soo dhiibtay aabu xiri dirac marayba iska hayso marka saasa isku noqonaysa waxyaala hooyo iyo aabba aysan ogeyn ama aysan arkin ama wax ku ogeyn oo ninkaaga ogaana ninka sidoo kale waxyaalo hooyo aabe aysan ogeyn ama aysan arkin ayaa waxa ka arkay xaaska ka og ama ka arkay marka meesha waxaa jirta cilaaqo waxaa jirta saana jirta oo kala baxayda sida darteed qofka marka hore gelaysa nino fiirso ha fiirso fiirso qofka gelaysa kuu hadaad ilmo wanaagsan baahre waalidka baahre uu noqo meel ku qoro waalidka baahre hadaad rakina caruur baahre waalidka baahre uu noqo labo hadaad caruur baahine waxaa samaysaa إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري باري ونقو سو عرور باري خوصي سدح وفت عرور تككيني شد خويضة قفي عنها النقطة سدح ناس أخير سمي من هداتي وعرور وناكسة ربكت جبدا كوسو هيرت جبدا يهربت عرور وناكسة أسو دعويسو جبدا يهربتاني إيدا نحسن يسو كو والك باري ونقو الجزء من جنس العمل خويضة يا أعبها باري هدا ونقو adigana qurtaada baari ku noqonaysa waa same waanadi wiininka aan sii adigana ku siina same waa baa waalidka baari ku noqo ayagana baari ku noqonaysa arruurtana baari ku noqonaysa waalidkiina baari ku noqda arruurtiina baari ku noqonaysa wal jizaa bisu ilaahi aadil waa tan labaad lagaaga baahay adina waxa waaye ilaahigi ku abuuray baari ku noqo xijaabkaaga qaado adihi maraykana jooga amir ma jooga nigiri soo marax lagu duubanay ama kuma hayna fiida ma fiinani gashta amid kokka oo ku dhig waxa jabana waxa iga halaysan gibna qaar kood waxa amid ku dhigay soo xiray xamaar ku dhigan fiinaan ku dhigan xamaar ku dhigan fiinaan korkeeda u jeeda habadkeeda caadi ah ugu jeeda okay gacmankeeda u jeeda markaas ma xijaabat ma iga halaysan dagaalab lagu la galab ma iga halaysan waxa ma halaysan waxa xijaab macnis ma taqaan istiji fiidan kaska ma afshay taaki fatu ku siin waxa ka ma halaysan ku dhin ma waxa ka halaysan inuu kuma ku sheey xeel oo ku sheega xijaab waa ka faraday inuu dabo ilaahi baari uu noqo wuxuu ku amri samay baari uu noqo salaada tuko soon wixi laga qabi wuxuu ilaahi ku amri baari uu noqo ilaahi ka baqo baari ma waalidka baari uu noqo ilaahi na baari uu noqo si ilaahi baari uu noqona wixi wanaagsan ku amri samay wuxuu ka reebayna ka hayto tan saddexaad nin wanaagsan guuso ninka wanaagsana guusan iska waa mid yurub ku geynaya ama mareyka ku geynaya miya maya mid guri fiican ku geynaya oo kuu dhisaya miya maya mid faqriga ku jirtid oo guriga la miyiriga ama guriga alwaax ama busta ama ka bixinaya guri dhagax ku dejinaya miya maya waa ninka guusanaysid labada arrin ka fiiri nin diin leh maya ninku karaameynaya hadhow diin lama yahay oo hadhow madax ku saaraya ku dhahaya kor walaashay waa hadduu ku jecel yahay hadduu ku nacban yahay
من اخلاق له نميه سو لبضاس اخلين اخلاق له ايو من دين له انو احاضر لبضاس كفية مركو نينكي مركو هورا اله وادي كيسنا بارحي او نقل الهي جي ابونين بارحي او نقل قفي عنا اوسو بورسلي ان شاء الله ماشي وحاك ايمان ايسو الدروية صالح استطلب هذه نقل ايسا مركا قيب طلب اخر من ان كذا روحا واي قيب طلب مركا قدت مركا بورسي سيا عروف تهد اولا نقل انسان جبدي رتعرور وناسا والدك بارحي او نقل الهي كو ابونين بارحي او نقل ننفي عنا بورسو او كو كرامي او عروف تهد ايه كفت اعبخو اعبخا فيري صلاة سوح مساجد كو آداء وحاج يرتدك هراء مركز مركز صلاة ديكار مساجد هذا مساجد هذا مساجد هذا one of my family هي أي جوري جمالين إماعي أو قرابة أو مركز ولا جوري صلاة هلا الدنيا مركز يروح كتير قبل يدير يروح كتير مساجد ما عادي سدمية مركز يروح كوي ما أنت مركز يروح كتير هذا هي مركز مركز هذا مساجد هو هذا ما حد عشانين ما فيه هو حشودي هو إشتاجي هو بح سو إلمه هو إن كفر رهان أبهن مساجد هو هذا أبهن ذك معاي أبهن خمر معب أبهن صلاد وتكل ما هو إني عروت كفاني كران كفاني كران يعني أبهن سوا إذا هاد سيدكر هاي هذا وإني حجة كفا ما لا بأكل وصوغر قراعي هاي ذي بك حجابي حير سلام مركيه مركيه صوغر قراع ني مركو يمد حجابي حير من سير مر الباكلة هتليسة قرامة هدين يدو حجابه تكفر ليس مالي في ليسين عروت يجوك وسوق لها ما في ليسين هديك الم ما لي مركه وحايمك قبل يريست قبة باك صغر الحجاب كذي ريح رتوا سدح سنوات مركز محا مركز تويدي بن ما قوصة الحجاب يحرقها حجاب يحرقها طيب في عروت واسور عليك وسور عليه عليك وكل بجرينا مركه وهاي صاصة كل وقف ثاني يس عروت يمير وحارك صلاة ده هاي وتكون سوا تكون عين وقول نينك وحارة إن عنده عروت هذا مركي يريهين إلى سدح سنة أفر سنة يكسو ده وحيد سمتهين هاي ده ما هاي ما ترى عندك عنده هاي 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 ذا صحيح، وحاجة صوري المال أدي يقصي، أدي ولا يبرنت إيه، مكا وحول ماما ما هاي 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 دي عبيها، المهم كي هاي رجوع مقصود هاي عانا ربع، هاي واحد مستمع، هاي ناس يحلى ربع، هاي حد يسوق، هاي كان لما تنسو قالوا مركز هاي هاي كوجست، قالوا يدي، عبيها لوك يعني، عبيها سؤال قالوا يدي، هاي ده من لما تنسو قالوا يدي نسمع، المهم هي عبيها السؤال ده، فاش متقانة، أبو هاي هاي أول، بس بحث اللي أنا أبوه بحارته نويرة مح هاي عاون بلوج وهذا عاو هاي أبو هاي هاي عاون لأن هاي ذا لستي لو يديك هاي أنا حريص وهاي هاي وحواي أخلاق الدين اللي ما حطته ما كنيك وحرب أنا عنده سكفيري جبدة وعروت هذا هاي يكون نقنيس الماء نيكي أو هي سمارت يكون صباحا يو في أفلام تكون دعوناي أو مقاعدة قالت هي مقاعدة الله به يقانه بس الماء الحجاب كود حرناي صلاه الله هو يكون بكرين قلبي وذا ايوه العقيده لو برايه من ربك ما دينك لا براي مرته مسائل ما هيس يوحى لوجو لا برايا اديك وحرنت تيك وحرنت جبد البوسنيس اسكفير خير الله حسين طيب قيبتك وبد وحنا نينك انتو سن غورسنين علم نينك ربا قهور باري اديك اسيغا لبدوده كفي عن انو هلو قهور باري كافي عن كاونك سمير في عنده يكوخ في دارك ده كان صدق حوق على قيدنا ده كان جور سنين عم بحر ما أنت ده كان جور سنين وحلاقة بهاي هي نينك وحلاقة بهاي صدق حفل جبرنا وحلاقة بهاي صدق حفل نينك أنت هذا الجور سنين وعروه هذا وحلو بهاي بار وارد طالنا ومركز طال بار إن أنا نقطة هذا بار إن هذا نقطة إذا الجور سنين هواي ده يا بحر عفوا يديسه هلا بعد بهاي وحواي هلا بعد بهاي وحوالك يا بار إلهي يكو أبو البار ونقطة ليس دحادنا قفت الجوسين سكفيري نيكا كوسو هري أسينا وحالنا هاي باهي نقو وارك باهي إلهي وارك باهي نقو إلهي كو أولين باهي نقو قفت الجوسين يسن قفي عنها نقو ما لنا حسن بس يمنو كسو هوي العفور تيدا أيام ربا إنا إيغوان اسم كسو هوي العفور تادا مكبوس ها وكبوس دي مركز تولي ذاك هوي عروتو عدي عروشو كجرام بتولي ذاك وحان كواني عروتا سأو تربيين اسكم البريك إن شاء الله تعالى قيبتها وحان خباي إن نكسو قبا قبايح هل كان أهل دينا مالي أويمر إمام أويمر مركز وحوكو الإمامو قبادة إيدا إيام كدرا مركز وحوكو يري قبادة هذا وحا قدر تانين دين له سببت ما حيث هما تقانا لما حدو جعلا ذنه وكرامينا
حدون عنه وحقوقي آيدي به فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان لغض قفت وأسمعي كفا نينك إي حاسيس هدي إيش قرآن معنى هذا ما نينك إي نوحنية أما قبله أما قبرت إلي حنتها معه نسيب كان أما خلافة دعي قبل وحالة قبل وقفي يعني تنينك نينك وقفي يعني هلغية فورتان مدعا وانحا وفورتان وحلق كميديه لكن ما يشعر دم بإنه نقضى قبل هدي الله فورو إسنقل ماذا نقضى معنى هذا ما إني نات حنتها معه نينك هدو حاسكي سوفر معنى هذا ما إني نوحنية معه هذي صار نقطة نغ لكن أو مر إلى يصير أحد يعتمد كسؤال كوشن ما كافول علامة سؤال أقف كسؤول إيش وأكيد كل دوت ما نتكلم عن دوت ما نتكلم عن دوت ما كوشن ما كافول إيش لكن لو أقف نسيب بعد ما نكره حمارة إيمان كرتون شيخ المركو حوكي رنينك هدو جبر دج على ذن حجبر ده دج على روكو كرامينا هدو نعاني مدلاي معيناي سوى نفس المصدرة هل وحقو مؤد جعل قولك إنه كبل أروكم هذا ماله كسو إلهي وحقيري وحواي مودة ورحمة جعل إيه حريص أنتو جعل كجوج الله بذوق فرط ما الحين سارين ولسبود مالين كوات كرد على زوجنا هني معاني اللي صلح لها لكن حوام ما في اللي جوا حلا ودقوب يسويه ودقوب اللي أسبوني سير لو بهاي والدي تسهري عن سو هذا اللي بذوق فرسي وأسبوني سير يقولك جعل كذا كسو هذا لكن وجو مركز جعل كم جرا ويرانا ويرانا ما دام ويرانا وحلو بهاي هذيك إن رحمتكم بدشي تعال ما جرى رحمنا حليس هجيل يا سمينا لا تنين كدين تلا أخلاق تلا خصمينا إن هادو سنة هنا وحلاني هنا إنه نايتر يفركم مفرع إسقاط ما مقبول ما قشن هدار تنا كفر إسبح بعكين عن كفر هدار تنا كفر يوروب جي هدار تنا كفر مريكا جي هدار تنا كفر كتنازل مهر كتنازل مركا وحاء إمارة نقوشيش لا كفر مركو إلهي كم بقايو بحقوق إيمان قيام إني جفتو وحقوق إلهي إنه يمسك بمعروف أو تسريح بإحسان سوى نفسه وجوده أما سوى نفسه وقرأت وحقوق إنه إلهي ما كان ما لي بعد. So قيادتك وبعد حنقول شو جب جبيني إنه ما كان قيادتك وبعد ما أنت عن قادم عنوان كذا وحواس مجعشة عروت هذا إني نقدام سدى علي مجعشة لقف دين لأخلاق لوناس مجعشة هذه جوات هاتها حالة أنا بها إنا سمين سفينا تكي وحقوق لقيب إنه ما كسبح قيادتك وبعد وحنا بعد أنت عن جوز سنين تكن ولي جوز ما أنت كسان لحدي أنت نينك الجوسين سدح عنا لهذا وقالك باهر النقط إلهي باهر النقط جبر في عنا هذا جبر دوي الجوسين خبط عفور وناكسن سدح عنا لهذا وقالك باهر النقط إلهي وكأبو باهر النقط نين وناكسن الدين هنا الجوس أو جوسين نين يروح هو بي أم ماي هو بي نينو هو جوسين جبر يروح هو بي أم ماي هو بي سام خاله خيس الجوسين قفل بالنبي ده ماشي قفل الجوسين يسير وجهه مكة هتقف كيه ربو عفور وناكسن إنه هلا انت هذا الجوز سليم سدحنا اخرين سمي الى خير اليسير جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قيبتك وبعد ما انت نور دماغك قيبتك هذا ذاتك الجوز سدي ذاتك الجوز سديم ايجن وحالنا هاي نكسو ينكار ليه صدن دقيقة هذا لي نساء انت سنوك في نبات جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الى سبحانه وتعالى هيدين حفظي عروس الله امين الله بالله ذاتك يرد مريك الجوة نحس الحلقة في المركة أريتي أما ما قشت إلهي سبحانه وتعالى عفوت وحفظي إلهي وأنا عفوت حمسنا وحفظي اللهم يا رب إلهي وذرية قرة عين ونصيصي جعل قوضنا نوأغوث إلهي ونو وناجي إلهي ونو وناجي إلهي عفوت ونو وناجي إلهي عفوت ونو وناجي إلهي عفوت ديني أخلاقي ما قد إلهي عفوت ندين بأخلاق يبارك إنما كل إنساق يا رب العالمين يا رب عفوت ونبارك يدين في أخلاق إله وعفوك نفسي يا رب العالمين اللهم احفظ أهلنا وأولادنا اللهم حب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين آمين 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 جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإن حلقة صعبته هي ذكى بورسري عفوك توقفيها عفوك تبارئني ونقطة محل هذا هي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أهل مامية أنا سي شير قريسا ولا ليهن ترؤسي بالبسان بارك الله فيكم في فيسبوك في يوتيوب أهل مامية أنا ولا ليهن ترؤسي شير قريسا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Eyyüze Mehmet adına ilahe subhanahu teala hakkı hüdü cazakum ula khair. Kuf olbo yusu duğru ilahe subhanahu teala dindigi sana afdab badana soğuk koray. Lakin ta qaşı tudi ruhi ala badan fiyle neyni. Marka ما شاء الله ضدنا وحنا لقيا بضم سوق الخير الله سير ضدنا أي سود ويدك الدبيون الله تاخو كي وارد كين الله ناف وجمد الله يدين تبدله شيء وسود ويد شيء يهدر سنين اللي جعل هاي ضدنا اللي يهدر سنين جعل الله تستاني اللي يهدر سنين جعل إله سبحانه وتعالى هيدين حديو إله سبحانه وتعالى هيدين بارك فيه إله يهدر سنين جعل نقم أمين بارك الله فيكم إله سبحانه وتعالى دين بيجين هدافو اقرأ او تريمير على بحنا تليفون في وصوى قرآن مريكي في الله وصير صنفور 804-0819 وصوى قرآن كاسا إلي سوحري إن شاء الله تعالى مريكي كان فري سوى 0011 أما بلاسونا دا مريكي جوت من مبو بحنيدو ويل كهوي عديش إلي لدان الله سبحانه وحا صوى قرآن الله سبحانه وتعالى دن بيها بافو تدوذن الحمد لله وفي عنا هاي are you safe الحمد لله I'm doing great إلهي سبحانه وتعالى حقا حبيا إن الله كبرك يا يو مولانا محمد الله يحفظك من كلاكم الاخير يمكن صوبك الى سبحانه وتعالى يديم ودبرك بارك الله فيكم بريد ارتسالي ان جعل وقف احسن عين مال والبصدر لكن سأكين وقف اسم مشغول قارئ له المحاضر مال والمال والمملوك من كفر الكسوة والكثرة وشقى الوجرة وربطنا على هاي ومعامر الله تجعل هذا الدين الله تعفو Are you saying you're the best too, mashallah, Allah kuhibdiyo. Allah dhirti sa. Wallahi lai dhirti sa inija ala kulli gina. Anta sopati shukri maha faizum. Dad badana sopati maha sopati Muhammad, Usman. Ilai subhanahu wa ta'ala iwan hibdi. Haridin hibdiyo. Abdurrahman. It's Abdurrahman. Abdurrahman. Allahu barakayu. اقرأ وحاك ورمان يسا بلاس ون ام 001 ورمان يسا ان شاء الله بلاس ون ام 001 ان شاء الله حالا يكون يسا وخوص وانتريك عبد الرحمن اريو سيد عبد الرحمن وعيد عبد الرحمن الله كبرك يا عبد الرحمن وصي الله استك عبد الرحمن ما شاء الله Okay, me too. Sayyid family, I Jazakum Allah khair for watching Ilahi Subhanahu wa Ta'ala Hayyin Hadiyo. Oh, Abdurrahman will be happy with our mind. Ilahi Subhanahu wa Ta'ala Hayyin Hadiyo. Wow, we are hoyo, halusu du hoyo, hoy. We are any halusu du hoyo. Ilahi Subhanahu wa Ta'ala hoyo. Okay, I looked at you. Ilahi Subhanahu wa Ta'ala haqafiyo. إلهي سبحانه وتعالى ويدي له تعافية ويدي قارية قناعي هذا الحمد لله شيء تون جريت هذا كورت عمر إني شيء جاي الحمد لله ويدي الله سبحانه وتعالى عافية دون بيجي دون بدافن الله هاي ليه إلهي سبحانه وتعالى صحي فيه هاي ليه ذاك الله خير بارك الله فيكم آه.
دبدي دبدي دودي قالي إلهي سبحانه وتعالى عروسي آمين عروب وراء السمع وكفر حدي الله سبحانه وتعالى كسي وصالح كون نقضي الدرية صالح ودوينا كفر حدي آخرنا بكوسو دي كون نقضي الله سبحانه وتعالى كاقا دي آمين. بارك الله فيكم وقتي بحالة قاري بريك على قاري هاتو باك شخدنا في النقضة وعيد بسين جودمين إلي سبحانه وتعالى هايدين حدي وجعلال هنا جاي سيوض مركا لكن وقتي أنا قنا ماضي إلي سبحانه وتعالى هايدين حدي إلي درس سيدين جعلال هاي مالنا نسي أو قول سنين إنا قبل فائز محمد أقصود بدقين تريد سوى دعوي ولا شيء وخلال الله وحي حتى خير الله سبحانه وتعالى وافك يقف كستو مروي جنوك الله تقاضي قف في حنوسا الله عافية دتك دندقين الله نافو قف كستو مراد له مراد له الله سبحانه وتعالى وسهل وفوضى امين امين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم تنبيهنا الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.